الحقيقة عاوز انتقل لموضوع تاني احنا كنا بدأناه مع حضراتكم امبارح. كانت امبارح معانا نادين الراسي، اخت جورج الراسي، المطرب اللبناني الشهير، واللي حصلت له حادثة مؤسفة الايام اللي فاتت. وهي قالت انه بكرة اللي هو على النهاردة انه هيبقى فيه جنازة، وان الجنازة دي مش هتبقى جنازة عادية. والحقيقة النهاردة فعلا مشاهد مؤثرة شفناها في وداع جورج الراسي، هذا المطرب اللبناني الشاب اللي راح ضحية حادثة على الطريق ما بين سوريا ولبنان يوم السبت اللي فات بالليل. نغمات الموسيقى في جنازته زي ما قالت لنا نادين ان احنا هنشغل اغانيه، ولكن هذه الاغاني بتاعته ما قدرتش تغطي على صوت البكا ولا على مشاهد الدموع ولا على ملامح الصدمه على كل الوشوش. كان في حاله من الانهيار ما بين الناس الموجودين في الجنازه اللي كان بينهم فنانين زي وائل جسار، وكانت الفرقه الموسيقيه بتعزف اغاني جورج الراسي في زفه حزينة جدا بناء على طلب أسرة جورج. الأسرة اعتبرت جورج عريس بيتزف لدرجة أنه والدته وسط دموعها وقفت ترقص على موسيقى أغانيه. ودي طبعا مشاهد ممكن تكون غريبة بالنسبة لنا، لكنها نتيجة صدمة الموت المفاجئ اللي دايما أثرها بيكون عميق جدا حتى بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوش المتوفي بشكل شخصي، فبالكم بقى بأهله وقرايبه. لما اتكلمت امبارح مع نادين الراسي اخت جورج كان في نبره حزينه جدا طبعا في صوتها، وصوتها لوحده من غير ما تتكلم قال كل حاجه، حزن والم وصدمه كبيره. واتهمت امبارح وزير الاشغال اللبناني بانه سبب وفاه جورج، وقالت انها هترفع عليه قضيه. كان كلامها خارج من قلبها، وكانت بتبكي بحرقه وبتنزف الم شديد. قلب يعني بيتمنى ان كل اللي حصل ده تصحى كده وتلاقيه ده مجرد كابوس هتصحى منه، مش حقيقي. حالة الحزن ما بين جمهور جورج الراسي زودتها صورة انتشرت مع جورج مع ابنه الصغير، وتحتها تعليق كده من الابن بيقول لأبوه اشتقت لك قد الكون وقلبي بيموت فيك. طبعا كلمات طفولية بسيطة وصادقة جدا، لكن فيها كلمة الموت، الموت اللي بيعبر عن أقصى درجات الحب وأقصى درجات الحزن في نفس الوقت في قلب إنسان واحد. عزقنا مرة تانية لأسرة جورج الراسي ولكل جمهوره ومحبيه في هذا اليوم الحزين لوداع المطرب اللبناني الشاب جورج الراسي. معنا على تليفون المستشار أشرف الموسوي، محامي عائلة الراسي. سيادة المستشار أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، وطبعا عزقنا لكل أسرة جورج الراسي ولكل الأشقاء في لبنان. أنا عارفة جورج كان مطرب محبوب جدا في لبنان، والنهاردة كانت مشاهد الجنازة الحقيقة مشاهد موجعة جدا للقلب. امبارح كانت معنا نادين وقالت لنا أن هي هتبدأ إجراءات عمل قضية ضد وزير الأشغال اللبناني، إيه اللي حصل؟ مساء الخير لك ولكل مشاهدي التيفي، وأنا نتعازينا الحارة لكل محبي ومستمعي المطرب جورج الراسي. حقيقة ما خليتي لي شيء أحكي بالوجدان، إنه يعني شكرا كثير لكم على العواطف الجيشة الصادقة النابعة من القلب. أنتم الشعب المصري شعب كثير محب للشعب اللبناني، ما مش مجاملة، اكيد انتو بالقلب وبالروح وبالوجدان، فشكرا كثير لكم وتعزينا المشترك النا ولكم. بدي اقول شيء اولا، اكيد اكيد هو شهيد كل المحبين، كل المستمعين، كل الذواقين للطرب اللبناني الاصيل. راح جورج الراسي من قلوب الجميع، مش بس من قلوب الشعب اللبناني، من الشعب العربي والشعب المصري بالتحديد. أنا بعرف مكانة جورج عند المصريين ومكانة نادين الراسي وكل بيت الراسي عندكم. حقيقة اللي شفناه اليوم بيوجع القلب، يعني لا يدخل إلا الهموم والأحزان على داخل القلب، لأنه حقيقة بعدني أنا هلا جاي من العزة بعدني شوي هيك يعني عايش شوي الصدمة. الله لا يجرب حدا، آمين يا رب، وإن شاء الله ما حدا بيشوف مكروه. أصعب شيء أصعب شيء ستنا الأم والباي يشيعوا ابنهم، أصعب شيء بالكون. أصعب الموت، يعني سبحان الله قهر الإنسان بالموت، ولكن الوالدين وقت اللي بيشوفوا ابنهم عم يدفن أمامهم يعني شيء لا يوصف. هذا بداية. حقيقة أنت بعدك معي؟ أيوة طبعا قاعدة بسمع حضرتك، اتفضل.
بالموضوع الثاني حقيقة، يعني نادين اليوم، نادين الراسي الممثل يعني الشاطرة ممثلة محبوبة، الصعب. والحقيقة العيلة بصراحة محبوبة، يعني جورج ونادين في الوسط الفني أنا عارفة قد إيه هما سندرين محبوبين كلهم جدا. بالذات، كلهم بالذات. هل هي من شدة الحزن والوجع امبارح والأسى، حقيقة عبرت بطريقة يمكن شوي يعني قاسية، كانت بحق وزير الأجزاء العامة اللبناني. هلا اليوم رجعت نزلت تويت واعتذرت منه لأنه هي دخلت فيه بالشخص، ولكن هي تبقى المفجوعة، تبقى هي أم أخت الشهيد، لأنه هيدا شهيد طرقات الموت بلبنان. من هون بدي فوت أقول إنه هيدا الموت المخروم، الموت المخروم على الطرقات اللبنانية، حيث الإهمال، حيث الفساد، يعني ما عاد عم نحكي شيء مخبى، ما عاد عم نحكي شيء مخبى. يعني تصوري إنه طريق أوتوستراد دولي من 2005 لليوم، وملايين الدولارات صرفت على هذا الأوتوستراد الذي يصل الحدود اللبنانية بالحدود السورية. هيدا طريق حيوي، طريق ترانزيت يعني بين سويسرا الشرق وبين العالم العربي. هذا الطريق يحصد كل يوم قتيل، كل يوم شهيد، كل يوم جريح، على مسار من 2005 لليوم العشرات من القتلى والجرحى. هلا نحن وصلنا لهون، كان بده هذا الطريق شهيد برتبة جورج راسي لحتى تهتز ضمائر الحكام، بعض الحكام، بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال من 2005 لليوم. نحن وصلنا للموت، هلا الموت صار حقيقة قدامنا، لا مفر منه، هيدا قضاء الله وقدره، ولكن بيسوى ناخذ عبرة. نحن بنقول انه هلا نحن بصدد، يعني هلا بتعرفي اليوم صار التشييع، اكيد هلا بده يلموا جرحهم وبدنا نبلش يعني ننضج الافكار، نحن ونادين واخواتنا نادين وكل اللي محبين، ان كان هناك من ضرورة للجوء الى القضاء اللبناني، مع العلم ان القضاء اللبناني اليوم بمرحلة اعتكاف ومرحلة اضراب نظر الوضع المالي والنقدي الصعب. اللي بدي اخلص له واقول انه نحن يعني هناك رؤيه لمسار قضائي قد يكون قريب جدا، قد لا يكون، يعني هذا الامر متعلق برؤيه مشتركه مع العائله. لانه نادين قالت اكثر من تصريح انه لن اسكت، لن اترك حقي، جورج ما راح يروح رخيص. هي امبارح كانت طبعا في حاله صدمه كبيره جدا، هي اكيد هلا هذا الحكي سيترجم بالايام القليله القادمه، سواء بنمط قضائي، بنمط قانوني، بنمط يمكن يروحوا على تصعيد يمكن من نوع اخر، ولكن هذا الموضوع لن يترك ابدا، لا عند بيت الراسي ولا عند نادين ولا عند كل المحبين، انه هلا نحن اليوم كلنا واقفين خلف نادين الراسي وخلف ابوها وامها لنادين، لانه هيدا الشاب اللي فجعت الام كلها فيه، لانه شاب عمره 40 بالعقد الرابع من عمره يسقط بهذه الحاله على طريق دوليه تصل يعني تصل حدود دولتين شقيقتين، هيدا بعد مش صاير بالعالم العربي كله، يعني بين مصر واي دوله عربيه يمكن ما بيصير، عم بيصير هيدا على طرقات الموت بلبنان. كل يوم نرى المزيد من القتلى والجرحى وحوادث سير، وهناك اذان صماء من بعض الوزراء من الحكومات المتعاقبه من 2005 لليوم، للاسف يعني هلا عم ننشر نحن غسيلنا اللبناني على الشاشات، ولكن نحن عم نفقد احلى شباب واهم شباب وانضج شباب واحلى شباب. وانا بعرف قديش جورج الراسي له مكانه عندكم بقلوبكم ونادين وكل الشعب اللبناني. الحقيقه عائلة الراسي الحقيقه يعني عائلة جميلة جدا. انتجت يعني وصدرت عند حكماء وممثلين ومطربين، تبتجي بهيك يعني باهمال، لا ادنى مقومات السلام المرورية، لا في اشارات ضوئية، لا في اشارات فوسفورية، لا في عوازل، لا في عوادم، لا في مفاصل تنحط يا خيي يا اختي بكل طرقات العالم. لك بالصومال، باي دوله افريقيه او عربيه بعد عايشه بالعصر الحجري بيحطوا فواصل، بيحطوا قواطع، بيحطوا تنبيهات واشارات. هيدا اوتوستراد يصل لبنان، لبنان بيتغنوا فيه، لبنان الشرق، سويسرا الشرق، بالدول العربيه كلها. ما في عندنا لوحه فوسفوريه تعطي اشاره لاي واحد واصل انه انتبه، في 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 موت قدامك محتم. للاسف وصلنا لهون. بدي اخلص واقول انه نحن من الناحيه القضائيه هيدا المسار بدا ينضج تقريبا، ولكن هيدا يعني الخيار والقرار يكون لآل الراس الكرام. حقيقه نحن بنوجه، نحن بندعم، نحن بنعطي استشارات، نحن بنقول انه مفترض يعمل الخيار اول، خيار ثاني، خيار، ولكن المسار الاخير وقراره نهايته تنتهي عند آل الراس. اذا حبيت انا وضحه، حقيقه انا مقتضب جدا لانه ما كثير طلعنا اليوم حكينا عن هذا الموضوع، ولكن لحتى
ما ينقال انه والله نحن ما عم نخبي، لا هيدي الحقيقة كما هي. أشكر حضرتك شكرا جزيلا.